انهم الان يستهدفوا اولا المسلمين، ثانيا الجزائريين، ثالثا العرب. انتم كمسجد باريس، هل راكم تخوفين من هذا الجانب؟ هل مستقبل المسلمين الان ومستقبل الجزائريين والعرب في فرنسا مهدد مناسي بار إيريك زمور؟ شوف، حنا على كل حال المسلمين في فرنسا رانا تولفنا كل حملة انتخابية في فرنسا. الأصل نتاع لا كومباني هذه هي الإسلام والجزائريين، خاصة الجزائريين. وعلى هذه هذا العام هذه هذه السنة هذه صح كيدخل في هذه الحملة إيريك زيمور الناس كلهم يتبعوا فيه. رانا شفنا هو كيهضر على الجزائر حتى الرئيس الفرنسي يتبعوا الرئيس الفرنسي والاخرين اللي كاع لي زوت كونديدات على دروات شفنا في لي ريبوبليكان. حتى انا نقول لهم هبلوا، انا كتبت لهم قلت لهم هبلتوا انتم، وشنا هاد الحمله اللي راكم ديروا ضد الجزائر؟ اولا انا نقول بلي الجزائر كاين مشكل مع فرنسا في هذا الميدان. هضره زوج يحبوا يطلعوا فلي، يحبوا هادو السونداج لي كونديدا يحبوا يطلعوا في لي سونداج يبداو يسبوا في الجزائر. وهذه انا درت على كل حال ندى باش نقول للجزائريين لازم اليوم ما نخليوش هكذا الحاله، لازم تروحوا نهار الفوت لازم تحضروا ولازم تلعبوا الدور في هذا السياسه الفرنسيه. راكو عندكم الجنسيه الفرنسيه، راكو تاني الجزائريين. اليوم المستقبل نتاعكم في فرنسا راو اليوم كاين مشكل. بيان سور المسلمين، بيان سور مسجد باريس والجزائريين بصفه عامه عندهم دور يلعبوه، وانا نقول لازم يلعبوا هذا الدور الديمقراطي في فرنسا، يروحوا للانتخابات ويلعبوا الدور نتاعهم. ولا ما نلعبوش هذا الدور يتسمى لازم نديروا كما يقولوا ما دي لوبينغ.